وانا كنت في شوق لكي يصعدوا الى الخشبة اكثر منكم. الله العظيم هذا عادي عنيد وسعف كلهم يعني الجمهور في اماكن السياق اليكم. مشاركة في المهرجان الميزي هي أول مشاركة بالنسبة للمجموعة الرسمية للطريقة القادرية بلتشية. نحن جد فخورون بالمشاركة والحمد لله فخورون بالجمهور الطنجاوي الرائع الحمد لله. كانت لحظات لن ننساها أبدا الحمد لله. كما شفتوا السماع الصوفي هو رسالة ورسالة من القلب إلى القلب تطير بالأرواح. فهي الحمد لله نفرحوا بيه نشوف هاد الشباب القاعة كلها عامرة بالشباب. هذا السماع هو يعني واحد وسيلة اللي قدروا الشباب يحفظوا بها الدين ديالهم ويتشبتوا بالتراث ديال بلادهم ويتشبتوا بالأصول ديال بلادنا الحمد لله ويبتعد كل بعد عن التطرف وعن الأمور اللي خطيرة.
نرحب بضيوفنا الكرام في مهرجان ميازين في دورته الثالثة لهذه السنة التي عرفت نجاحا باهرا بمجموعاتها الفنية وجمهورها الراقي الذي أتى وحج إلى هذا الفضاء الجميل. الحمد لله رأينا مجموعة من الوجوه التي حضرت وكلها شوق لملاقاة الأحباب، لملاقاة أهل الفن، لملاقاة أهل التصوف. هذه السنة عرفت يعني نجاحا بدعم من مجموعة من الجهات التي نشكرها، ونشكر كل جهات التواصل التي أطرت لهذا العرس الجميل الفني الجميل. نأمل أن تكون هناك دورات أخرى ناجحة، وهذا لا شك فيه إن شاء الله. فشكرا لكل من يدعم مثل هذه التظاهرة الجمالية التي تعنى بالفنون المغربية الأصيلة وتدافع عنها بكل صدق ومحبة، وشكرا لكم على هذا الحضور الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.